هذا الكورس عنوانه اتخاذ القرارات المالية، ده جزء من برنامج الدي بي اي شهادات مهنية بالعربية. في الحقيقة احنا خلصنا مع الطلاب المقدمة وتكلفة الأموال. دلوقتي فيما يتبقى من الكورس هشرح قرار الاستثمار طويل الأجل. في الحقيقة احنا خلصنا جزء كبير منه، وبفكرهم ان قرار الاستثمار طويل الأجل هو عبارة عن تقييم للمشروعات المادية طويلة الأجل، ويطلق عليه كابيتال بادجت، وفي الواقع العملي هو جزء من دراسات الجدوى، أو إذا شئنا نقول هو دراسة الجدوى المالية. في بنستخدم الكاش بيز أساس النقدي، ونحول الإيرادات والمصروفات المتوقعة إلى تدفقات نقدية داخلة وخارجة. بنطبق المفاهيم الاقتصادية زي قيمة زمنية للنقود وتكلفة الفرصة البديلة والمخاطرة عن طريق خصم التدفقات النقدية المتوقعة. بناخد مخاطرة في الاعتبار عن طريق يا إما تعديل معدل الخصم أو إعداد توزيعات احتمالية للتدفقات النقدية المتوقعة. وفي الحقيقة بيسبق الكلام ده طبعا الدراسة التسويقية اللي بتدينا تقدير الإيرادات، ودراسة فنية بتدينا تقدير التكاليف، ودراسة الاقتصادية الاجتماعية اللي بتقول لنا إذا كان المشروع ده مفيد للمجتمع ومجمع ولا لا. بالنسبة للتدفقات النقدية، في فرق بين علم الإدارة المالية وبين المحاسبة، فأنا مديكو المعادلتين. معادلة التدفق النقدي التشغيلي السنوي اللي هو الأرباح قبل الفوائد والضرائب مضروبة في 1 ناقص نسبة الضريبة بعد كده زائد الإهلاك، ده بتاع الإدارة المالية. وفي عندنا حاجة اسمها التدفق النقدي الحر، لكن ده بيختلف عن المحاسبة. لكن في معادلة صغيرة بيستخدمها بتوع الإدارة المالية وبتوع المحاسبة اللي هي التدفق النقدي التشغيلي السنوي صافي الربح زائد قسط الإهلاك. بفكر الطلبة إن في نوعين آخرين من التدفقات النقدية، أحدهما التدفق النقدي الخارج وهو الاستثمار المبدئي، قيمة التكاليف الثابتة بتاعة الأصول الثابتة اللي بيحتاجها المشروع زي قيمة الأرض والمباني والآلات والمعدات ووسائل النقل وغيرها، وده بنفترض إن هو بيدفع بالكامل في بداية حياة المشروع، فهو في حد ذاته قيمة حالية present value. وفي عندنا قد يكون في نهاية عمر المشروع تدفق نقدي غير تشغيلي، هو داخل يأتي من حاجة من الاتنين أو الاتنين مع بعض، اللي هي صافي رأس المال العامل بتاع دورة التشغيل اللي في نهاية عمر المشروع بيدخل ما بيخرجش تاني، وكمان إذا بيعت الأصول المتبقية بقيمة تخريب. في عندنا عدة أساليب لاتخاذ قرار الاستثمار، منها فترة الاسترداد اللي بتجاوب على سؤال بسيط جدا، بعد كام سنة مشروع يسترد تكاليفه من التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة، وهي طريقة معيبة لأنها لا بتقيس الربحية وكمان بتقيس المخاطرة ولكن بطريقة غير علمية، ومع ذلك فهي منتشرة جدا وليها بلوسابيلتي وقبول عند المستثمرين في السوق. عندنا طريقة معدل العائد الداخلي، طريقة بتاخد المفاهيم الاقتصادية في الاعتبار وتقيس العائد يس، ولكنها أيضا معيبة خاصة بالافتراضات بتاعتها بتاعت إعادة استثمار التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة. وكمان حسب طبيعة التدفقات النقدية ممكن يكون عندنا أكتر من معدل عائد داخلي واحد لنفس المشروع، ومع ذلك برضو ليها بلوسابيلتي وقبول في السوق. ليه؟ لأنها بتديني العائد في صورة نسبة. الطريقة الأدق علميا هي طريقة صافي القيمة الحالية النت بريزنت فاليو، فإحنا بنجيب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة ونجيب لها القيمة الحالية بمعدل خصم مناسب ياخد في الاعتبار المخاطرة وتكلفة الفرصة البديلة، ويبقى صافي القيمة الحالية والفرق بين القيمة الحالية الداخلة والقيمة الحالية الخارجة. هذه الطريقة في الحقيقة بتقيس مباشرة تأثير المشروع على هدف اللي احنا ارتضيناه وهو تعظيم ثروة الملاك. إذا كانت صافي القيمة الحالية موجب يبقى بنقبل المشروع، لأن ده معناه إن هو بيغطي تكلفة الأموال اللي استخدمت كمعدل خصم وبيزود ثروة الملاك بهذا الجزء الموجب. وإذا كانت سالب يبقى بنرفض المشروع، لأن ده معناه إن هو مش بيغطي تكلفة الأموال وبيقلل ثروة الملاك بهذا الجزء السالب،
إذا كان زيرو ممكن يبقى مشروع حدي marginal project، قد يقبل وقد يرفض. في عندنا شوية حالات عملية أنا منديها، زي شركة بتفاضل بين مشروعين والأموال لا تكفي إلا المشروع واحد، يعني الاتنين دول بيطلق عليهم mutually exclusive projects، التكلفة بتاعت أي واحد منهم 50,000 تدفع كلها هذا العام، عمر كل مشروع 3 سنوات، التدفقات النقدية الأولاني بالترتيب 15,000 30,000 20,000، في حين إن التاني بالعكس 20,000 30,000 15,000، يبقى المطلوب تقييمهم بطريقة فترة الاسترداد وصافي القيمة الحالية إذا كانت تكلفة الأموال 10%. فترة الاسترداد المشروع الأولاني 2 سنين، يعني يقدر يسترد ال 50,000 بعد 2 سنين، وللمشروع 2 بعد 2 وربع. المشروع الأولاني أفضل لأن فترة الاسترداد بتاعته أقل، لكن طريقة زي ما اتفقنا معيبة، ولازم نقارن فترة الاسترداد بفترة الاسترداد المعمول بيها في أو اللي هي مقبولة في مثل تلك الصناعة أو مثل تلك المشروعات، ودي قد تكون أيضا subjective، يعني تتأثر برؤية الشخص اللي هو حطها سواء كان مدير أو خبير. الطريقة الأهم طبعا صافي القيمة الحالية باستخدام معدل خصم 10%. نجيب الأول معامل القيمة الحالية، يعني القيمة الحالية الواحد جنيه هيسترد بعد سنة، ودي عاملينها 1/1 زائد 10% معدل خصم to the power 1 مرفوع لأس 1 عشان السنة الأولى، تطلع لنا 0.9090. للسنة الثانية يبقى باور 2، تطلع أقل. للسنة الثالثة نرفع لأس 3 تطلع قيمة أقل، وده تعبير عن أن قيمة النقود بتقل بالزمن. بعد كده بناخد معامل القيمة الحالية بتاع الجنيه الواحد ونضربه في التدفق النقدي بحيث يطلع لنا قيمة الحالية التدفق النقدي، مع العلم أن زي ما اتفقنا التكاليف الاستثمارية مفترضين أن هي بتدفع دلوقتي، يعني في السنة 0، معامل القيمة الحالية في السنة 0-1 صحيح. لما زي ما انتم شايفين في الجدول كده بتاع المشروع الأول، صافي القيمة الحالية طالع موجب 4243، يبقى المشروع ده مقبول لأنه هيغطي تكلفة الأموال ويزود ثروة ملاك بكام؟ ب 4243. المشروع الثاني في الحقيقة هيديني صافي قيمة حالية موجب ولكن أقل، 3453، برضه مقبول لأنه بيغطي تكلفة الأموال 10% ويحقق زيادة في ثروة ملاك 3000 وي، ولكن أيهما أفضل؟ لأن الأموال اللي عندنا لا تكفي إلا المشروع واحد، هنختار المشروع. إزاي ناخد المخاطرة في الاعتبار؟ قلنا يا إما تعديل معدل الخصم باعتبار المعدل الخصم هو معدل العائد المطلوب، وده بنقيس المخاطرة بطريقة أو بأخرى ونزود معدل الخصم كل ما المخاطرة تزيد، فده هيخلي صافي القيمة الحالية تطلع أقل، يعني هنتحفظ. أو الطريقة التانية نعمل ما يطلق عليه تحليل الحساسية sensitivity analysis أو what if analysis، ونعمل probability distribution توزيع احتمالي التدفقات النقدية، وناخد القيمة المتوقعة expected value اللي هي بنرجح كل تدفق نقدي باحتمال حدوثه. وشوف دلوقتي حالة عملية. الحالة العملية دي عن المخاطرة، هي مشروع استثماري بيكلف 25 مليون جنيه، عمره الاقتصادي 5 سنوات، هيتم تمويله 60% ملكية 40% ديون، مع العلم تكلفة الملكية 15% بينما تكلفة الديون 10%. توزيع الاحتمال التدفقات النقدية الداخلة لكل سنة من سنواته الخمسة هي 6 مليون باحتمال 30% و 8 أو 8 مليون باحتمال 50% أو 5 مليون باحتمال 20%. والمطلوب ان احنا نقيم المشروع ده بطريقة صافي القيمة الحالية، الارقام بالمليون، وهنتبع الاول عدة خطوات. الاول هنجيب معدل الخصم اللي هو متوسط تكلفة الاموال، بنضرب تكلفة الملكية في نسبتها ونجمع تكلفة الديون في نسبتها، يطلع لنا 13%. بنجيب متوسط التدفق النقدي السنوي اللي هو مجموع حاصل ضرب التدفق النقدي في الاحتمال بتاعه، طلع 6.8 مليون. نفترض ان ده ثابت على مدار 5 سنين، وهذا يجافي الواقع لكنه assumption، افتراض. معامل
القيمة الحالية لدفعة متساوية لمدة 5 سنين، بجيبه بالمعادلة الكبيرة دي، يديني 3.5176. بجيب بقى صافي القيمة الحالية، القيمة الحالية الداخلة اللي هي متوسط التدفق النقدي في معامل القيمة الحالية ناقص تكاليف الاستثمار، يقوم يديني في الآخر صافي قيمة حالية سالب. القرار بنرفض هذا المشروع. ليه؟ لأنه ما بيغطيش تكلفة الأموال وبيقلل ثروة الملاك بهذا الرقم. في الحقيقة تدريبات ومحطوط الإجابة بتاعتها في الآن. بنتكلم على قرار التمويل طويل الأجل. أي مشروع بيمول بمزيج من الملكية والديون. الحقيقة كل نوع له خصائص. أهم الخصائص إن تكلفة الملكية عالية ولكن ما فيهاش مخاطرة مالية. أما الديون فتكلفتها منخفضة ولكن يترتب عليها مخاطرة مالية. بمعنى إيه مخاطرة مالية؟ إن إذا لم تستطع الشركة السداد في تواريخ الاستحقاق، يحق للدائنين إن هم يرفعوا قضية وربما يؤدي الأمر إلى الإفلاس. في الحقيقة القضية بتاعت هيكل التمويل أو قرار التمويل بتدور حوالين قد إيه نمول بالديون والتمويل بالديون، وفي عندنا عدة نظريات بتشوف تأثير الديون على قيمة المنشأة أو ثروة الملاك، ولكن هذه النظريات متعارضة ولا توجد عندنا منذ سنة 1958 نظرية واحدة قالت لنا الكلمة الفصل في هذا الكلام. عندنا موضوع آخر مهم مرتبط بالنظريات، وهو ما هي محددات استخدام الديون، وهنتعرض له في الآخر. الحقيقة أنا بقول هنا من أهم النظريات نظرية عدم تأثير الديون بواسطة العالمين الكبار مودجلياني وميلر، دي في 58. نظرية هيكل التمويل الأمثل لما تتساوى التأثير الإيجابي مع التأثيرات السلبية للديون، ودي اتحطت في منتصف الستينيات تقريبا ولا زالت موجودة. نظرية الإشارات بيكينج أوردر، نظرية الإشارات سيجنالينج ثيوري، واتحطت في السبعينيات. ونظرية الالتقاط تدريجي لمصادر التمويل بيكينج أوردر ثيوري اتحطت في الثمانينيات وهكذا، ولكن هناك نظريات أخرى كثيرة. صناعة قرار التمويل في الواقع، إن المدير المالي بياخد مجموعة من العوامل في الاعتبار، ذكرنا بعضها هنا. وهنا الحقيقة لازم واحنا بنذكر أي عامل منهم نقول مع ثبات العوامل الأخرى. كلما كان مثلا كلما زادت ضرائب الشركات كلما زاد الاعتماد على الديون، كلما زادت تكاليف الوكالة قل الاعتماد على الديون، كلما زادت تكاليف الفشل المالي قل الاعتماد على الديون، وهكذا. تجد ان في عوامل كتير جدا بجانب العوامل دي. في الحقيقة في عوامل على مستوى الشركة، عوامل على مستوى الاقتصاد القومي، بل اكتر من كده في عوامل متعلقة بالمجتمع والعادات والتقاليد، وربما عوامل مستمدة من الدين زي قضية الربا. تأثير الديون على أداء المنشأة هنقيسه عملي. بنقول الديون سلاح ذو حدين، ممكن تزود العائد ولكن ممكن تزود المخاطرة. فحطين مثلا شركة مريم تبلغ قيمة أصولها الحالية 5 مليون جنيه، مكونة من قروض حالية 2 مليون بسعر فايدة 10%، وملكية في صورة أسهم عادية عددها 30,000 سهم، كل سهم 100 جنيه. لو ضربنا 30,000 سهم في 100 جنيه يطلع لنا 3 مليون ملكية. تريد الشركة عمل توسعات بحيث تتضاعف أصولها، يعني إذا كانت قيمة أصولها الحالية 5 مليون هتزيد بكمان 5 مليون عشان تبقى 10. وهناك 3 بدائل لتمويل تلك التوسعات على الوجه التالي: تمويلها بأسهم عادية جديدة، يعني 5 مليون الزيادة بأسهم عادية جديدة بس، وبرضو قيمة السهم هنثبت السعر 100 جنيه. تمويلها بإصدار سندات كلها 5 مليون بمعدل كوبون 12%، والسندات زي ما انتوا عارفين هي نوع من الديون كبديل للقروض المصرفية. او البديل الثالث 50% من 5 مليون الاضافية باسهم عادية سعر السهم 100 جنيه و50% سندات بمعدل كوبون 12%. ايه هو افضل بديل تمويلي في الثلاثة؟
إذا علمنا إن التوسعات دي هتؤدي إلى رفع صافي ربح العمليات اللي هو الربح قبل فوائد الضرائب لـ2 مليون، كان كام قبل كده؟ إحنا ما نعرفش، لكن هيرفع إلى 2 مليون، وإن الشركة بتخضع لضريبة 40% على أرباحها، وإن متوسط المضاعف اللي هو نسبة سعر السهم إلى ربح السهم مدينا عدد المرات طيب الحل مطلوب 5 مليون صافي ربح العمليات المتوقع 2 مليون، الضريبة 40%، العبرة بسعر السهم العادي في السوق. طب عشان أجيب سعر السهم في السوق وقارنه بالـ100 جنيه اللي هو السعر قبل التغيير، لابد إن أنا أحسب الفوائد وعدد الأسهم في كل بديل. فوائد في البدائل الثلاثة عبارة عن قيمة الديون اللي هي السندات يعني في سعر الفايدة. البديل الأول الديون الحالية 2 مليون في سعر الفايدة 10% يعني 200,000. البديل الثاني فوائد الديون الحالية زائد فوائد الديون الجديدة. الديون الجديدة 5 مليون في 12% يعني هيكون عندي 800,000. البديل الثالث الفوائد الحالية اللي هي 200,000 زائد الفوائد الجديدة اللي هي بس 50% من 5 مليون بسعر فايدة 12% يطلع لي 500,000. عدد الأسهم العادية البديل الأول في الحقيقة هيتم تمويل 5 مليون إضافية بإصدار مزيد من الأسهم، وبالتالي بعدد الأسهم الحالية 30,000 سهم زائد عدد الأسهم الجديدة اللي هي 5 مليون على سعر السهم 100 يعني 80,000 سهم كله. البديل الثاني عدد الأسهم الحالية فقط 30,000، هي مكتوبة أنا آسف مكتوبة 3,000 لكن هي صحتها 30,000. طب ليه هنا؟ لأني هيمول 5 مليون بالكامل بديون. البديل الثالث الأسهم الحالية 30,000 زائد عدد الأسهم الجديدة اللي هي نص 5 مليون، وبالتالي هيديني 55,000. هنا في الحقيقة بعمل بقى شكل الجدول ده أربع أعمدة، العمود الأول بيان، والعمود الثاني لو البديل الأول بتمويل أسهم عادية، البديل الثاني لو مولنا الخمسة مليون الإضافية بسندات، والبديل الثالث بمزيج من الأسهم والسندات. ببدأ من صافي ربح العمليات كأني بعمل قيمة دخل. صافي ربح العمليات هيبقى 2 مليون ناقص الفوائد اللي أنا عملتها في كل بديل يديني ربح قبل الفوائد، أشيل الضريبة ربح قبل الضرائب، أشيل الضريبة 40% من الربح قبل الضريبة، يديني ربح الملاك لأن أنا ما عنديش هنا أسهم ممتازة، بقسم على عدد الأسهم اللي أنا قدرتها في البدائل الثلاثة يديني ربح السهم، بضرب ربح السهم الواحد في المضاعف اللي هو الدهوني اللي هو 10 مرات يديني سعر السهم العادي. هتلاقيني حطيت البديل الثاني طالع لي 240 سعر السهم هو أكبر سعر، يبقى البديل الثاني هو أفضل بديل، لأن البدائل الثلاثة سعر السهم الحقيقي هيزيد عن 100 جنيه وأفضل واحد فيهم البديل الثاني. ده بيبين لنا الوجه الجميل بتاع الديون إن هي بتزود العائد. طب إيه السبب في كده؟ إن معدل عائد الاستثمار عالي، يعني أنا لو نسبت الـ 2 مليون صافي ربح العمليات إلى الـ 5 حتى للـ 10 مليون اللي أنا هشتغل بيهم اللي هم 5 مليون القدام وزيهم 5 مليون، يعني أنا هشغل 10 مليون، لو نسبت ليهم 2 مليون صافي ربح عمليات يطلع لي معدل العائد التشغيلي 20%، وهو أكبر بكتير من سعر الفايدة، سواء سعر الفايدة الحالي 10% أو التمويل للخمسة مليون إضافية ب 12%، عشان كده ديون كويسة. فvery simple الديون تبقى كويسة لو هتقدر تستثمر الديون دي بمعدل عائد على الاستثمار أعلى من سعر الفايدة. لكن لو كان الوضع مختلف، عشان كده في التدريبات عمل لكم أنا تمرين شركة كريم بتبلغ قيمة أصولها الحقيقية 20 مليون، وسألت سؤال نفس ده ولكن رجعت وقلت أرجو حسابها مرة تانية
لو سعر الفايدة الجديد كان عالي 20%، ومرة تالتة لو كان صافي ربح العمليات 2 مليون بدل 8 مليون، وتبعت لي النتائج بالإيميل، هنا هتلاقي النتائج صادمة. وهذا هو الوجه السيء للديون، إن لو استثمرت الديون الأموال المقترضة بعاد على الاستثمار أقل من سعر الفايدة، هنا المخاطرة المالية بتاعت الديون بتبقى عالية. في الحقيقة بعد كده هتلاقيني حاطط لك إجابة تدريبات قرار الاستثمار، إجابة تدريبات قرار التمويل.